الصبر يخش الشمس تشرق قلامة تبدي مع الصدع. أعوذ بالله. يوم جرف السيل الحوش بيت شعبي وراه مظهر شنطة سحارة. جد فعل المدني بينقذ الناس دولي اللي ساكنين. الدرهم ذي منين؟ الشنطة ذي شوية فكوها 82 مليون. قالت العجوز والله اني خوي براثه ومعلمني فيها. الله يجرك تلحقينه. هلا. في ذمتي. اساس بالصرع. اكبر عياله عمره 46 سنة عايش بالدين وغضب الوالدين وملعنت الجد. حتى ما اقدر احط عيونه في عيون الريجين. انت تعيشني في مذلة قدام المجتمع. وكلهم كل المجتمع ينظر لي بعين الشفقة وبعين الرحمة وبعين اني انسان مسكين. مسكين. اترك بأي فضاي. عطى 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 زود العنبة. عمري 46 سنة ولدها الكبير ذا خلاص عمر امتي من 60 الى 70 وش بقي من عمري؟ المذلة واخذتها والاهانة واخذتها والفقر واخذته ونظرة المجتمع الحقيرة اخذتها. وانت كان زي 82 مليون وتموت ما علمت والعجوز الدسدس ميت ابوه له 8 شهور عساها تلحق. هلا هي ملعونة والدين مثله. يبقى لين تموت من بعدين يدرون. ايه من يعلمني؟ طير ابابيل يجيني يعلمني؟ يجي السيل مثل ما جاء. يمكن اني ابيع البيت كله ب20,000 واذر بيه 82 مليون مدفونه. وانا ابيع بكلب سرق هلا. طيب يروح بكره عاد يعطنا خبر 40 هذا. من هو؟ ما عاد تبيت. اول شيء يروح ابني كنيسه على ذمته عشان يتعذب.